السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجذير النباتات في المنزل. موضوعنا اليوم هو طريقة إكثار نبات السرو أو ما يسمى نبات الثويا من العقل. الطريقة جدا سهلة. هذا هو النبات، نبات جميل جدا، يكون على شكل شجيرات. ممكن أن تسووها بالشكل اللي تريدوه أنتوا، على شكل ديكورات مختلفة، ينطي يعني جمالية للحديقة. هذا النبات دائم الخضرة، دائما يكون لونه أخضر بالصيف وبالشتاء، كذلك يتحمل درجات الحرارة العالية ويتحمل درجات البرودة العالية. طريقة إكثاره جدا بسيطة، هناخذ من الأغصان أو العقل الطرفية من هذا النبات. طبعا إلى طريقتين للزراعة، أما عن طريق العقل أو عن طريق البذور. البذور حتكون موجودة، هذه هي البذور، هذه هي البذور، أتمنى تكون واضحة. أو عن طريق العقل، هذه هي بذورة. اليوم رح نكاثره من العقل، هناخذ كم غصن ونزرعهم سوية. هنا أنا أخذت العقل، هننظف الأوراق اللي موجودة بالأسفل. هنا أنا نظفتها من الأسفل. هستخدم هرمون التجذير اللي هو العسل، عسل النحل. نغمسها بهذا الشكل ونغرسها بالتربة. هنا أنا مسمدة التربة بعض الأسمدة الطبيعية وساقية التربة بحيث تكون رطبة. نأخذ هذا الغصن الثاني أو العقلة الثانية، ونغرسها بالتربة بهذا الشكل. نكبس عليها من الأطراف حتى تثبت العقلة في التربة. بعد حوالي تقريبا 3 أسابيع من وضعنا العقلة بالتربة راح تكبر عندنا بهذا الشكل. إذا عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.